الأول الأمور طمني، اللاعبين كلهم كويسين ولا في حصل مشاكل؟ الله لا قدر. لا الحمد لله، يعني الى حد كبير مقبول، يمكن بس ايمن اشرف عنده قدمه كده في الظهر، تمام، لكن غير كده الحمد لله الامور كويسه. طيب الحاجة التانية، انتوا خدتوا قرار انك تقعدوا في اسكندرية عشان ماتش الاتحاد، ده صحيح ولا؟ اه احنا موجودين في اسكندريه، تعرف الماتش بعد بكره، طبعا هو اتنقل ملعب الاتحاد. لا اتنقل على الماكس مش كده؟ لا لحد دلوقتي ما كانتش حاجه رسميه، هو ملعب الاتحاد يعني ملعب الاتحاد. وحر في اختيار ملعبه، لكن يعني منتظرين ايا كان الوضع بقى، انت في ساعات بتتعامل مع الواقع. لا ده انا بتكلم عشان الملعب، الفكره كلها ايه؟ ان الملعب الماكس هو الوحيد اللي فيه ميول واللي فيه تصريف امطار، عشان لو في مطر تاني هتنزل، انا ما اعرفش الارصاد بتقول ايه، ما نخشش تاني في الحكايه دي كده يعني، ده الفكره كلها. بالظبط كده. ده لسه ما قرروش يعني. لا لسه. طب هو الماتش التلات مش كده؟ ثلاثة بعد بكره. وبعدين انتوا مسافرين امتى بقى؟ احنا مسافرين الاربع باذن الله.